طبعا رغم ما خلفته هذه الحرائق من حزن وسط الأهالي، إلا أن تضامن الشعب الجزائري والدعم المعنوي والمادي لهؤلاء هنا في مدينة القالة خفف عنهم نوعا ما حزنهم وألامهم. طبعا أنا الآن متواجد في هذه المتوسطة التي فتحت كمركز لاستقبال الإغاثات القادمة من مختلف ولايات الوطن. منذ بداية الصباح بدأت تأتي القوافل من عدد من الولايات طبعا تقديم المساعدات المادية، سواء عبر قارورات المياه أو أسمدة أو حبوب أو غيرها من المستلزمات الطبية وكذلك أغطية وأفرشة، لنفهم كيف سيتم توزيع هذه الإعانات. معي الناشط الجمعوي كريم سيف الدين ومن مدينة القالة، وهو أحد المتطوعين والنشطاء الجمعويين، يحدثنا عن عملية التوزيع بعد استقبال هذه المساعدات. اليوم مصابون جلل والحريق وحده يحكي معاناة شعب مدينة القالة وولاية طارف الذي عشناه أول أمس، يعني كانت مأساة حقيقية. نترحموا على شهداء الحريق اللي فات عددهم 20 شهيد، رحمه الله وأسكنهم فسيح جناته. يعني فور الانتهاء من الحريق نصبت بلدية القالة خلية أزمة، والتي فتحت مركز للإغاثة بتنوي بمتوسطة بساحة أفريخ بالقنطرة الحمراء، حيث يعني الحمد لله ربي اليوم رغم أننا رانا في حالة حداد وأن في مأساة حقيقية، إلا أن المساعدات اللي وصلت وأن التفاف الشعب وتضامنه معنا يعني نقص علينا شوية من المعاناة تاعنا. إن شاء الله يا ربي تكون في ميزان حسناتهم، وهذه هي صفة الشعب الجزائري اللي ديما راهو في هذه الأمور يتكاتف ويتلاحم مع بعضها. يعني الحمد لله يا ربي البارح قوافل مصطيف متزاير من قالمة سوقهراس عنابة من بلديات القالة قاعدة راهي توصل لنا ومن اجل نقلها الى المحتاجين والمتضررين من الحرائق. يعني حتى المركز راهو فاتح ابوابه، عاملين يعني وجبات ساخنه الى الاسلاك الامنيه والعائلات المتضرره من الحرائق. يعني رانا في الميدان، الحركه الجمعويه ببلديه القالة ولايه طرف راهي قائمه مع السلطات المحليه. ان شاء الله يعني يا ربي يوفقنا ونخفوا شويه من المعاناه تاع العائلات المتضرره، كما يعني كما صرح الوزير الاول البارح في من مستشفى القالة ان الدوله راهي حاضره والدوله باذن الله ستعوض للعائلات المتضرره من الحرائق كل ما خسرته من امور ماديه. طبعا لنطمئن هؤلاء المتضامنين ان هذه المساعدات ستصل باذن الله الى مستحقها. اليوم يعني احنا رانا في خليه ازمه، رانا نصبنا خليه ازمه من اجل دراسه والتحقيق مع العائلات التي مسها الحريق، وان شاء الله راح تكون ان شاء الله خرجات ميدانيه لهم باش نقدموا لهم كل المساعدات. شكرا شكرا. طبعا معي كذلك رئيس المكتب الولائي لجمعيه العلماء المسلمين الجزائريين، يعني ليحدثنا عن كيف ستكون يعني مهام الجمعية خلال هذه النكبة التي حدثت بالمنطقة. نعم بارك الله فيك، تحية لك ولكل المشاهدين الجزائريين جميعا. جمعية العلماء المسلمين الجزائريين حاضرة منذ الدقائق الأولى لاندلاع النيران من خلال كوادرها ومن خلال مكاتبها البلدية، وخاصة من خلال فرع الإغاثة التابع لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين. من خلال اتصالاتنا مع كل فروعنا في ولايات الوطن، الحمد لله رب العالمين، تحركت قوافل عديدة من الولايات المجاورة وراهي وصلت هذه الإغاثة، وكاين جزء كبير من الأدوية راهو شحنة الآن راهي تفرغ في المستشفى القالة. كذلك أمس كانت شحنة أيضا شحنة من الأدوية الخاصة بالحروق وزعت على مستشفيين اثنين القالة والطارف. اليوم الحمد لله رب العالمين وصلتنا كذلك مساعدات تفرغ في بلدية عين العسل وفي بلدية القالة. نشكر كذلك مديرية التربية التي فتحت لنا كل المؤسسات التربوية حسب حاجة لاستغلالها لهذه العملية الطيبة. شباب الجمعية كذلك موجود وراهم متواجدين هنا، متواجدين في كل المناطق المتضررة ليستقبلوا المساعدات ويوزعوها على مستحقيها. من أهم ما قامت به الجمعية هي الاتصال المباشر بالعائلات المتضررة في الساعات الأولى والوقوف إلى جانبهم لما لهذا الدعم المعنوي من أثر لتخفيف الأزمة عليه. أوكي شكرا جزيلا. معي كذلك ممثل أحد الجمعيات
من القادم من ولاية سطيف الذي قد قدم بالمساعدات وبقى هنا يعني للمساعدة حتى المعنوية والجسدية. أهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أنتم ثاني من هذا المنبر إن شاء الله شروق نيوز. نشكركم إحنا ثاني إحنا كجمعية اليتيم لبلدية واد البرد على هذه الوقفة اللي راكم واقفين لتغطية الحدث الخاص بهذه الأزمة اللي وقعت ببلدية الطارف، فهم مشكورين إن شاء الله وفي ميزان حسناتكم. إحنا كجمعية اليتيم بدورنا كباقي الجمعيات بمجرد أنه لاحظنا أنه الأزمة اللي قاست بلدية ولاية الطارف هتفنا ودرنا إعلان على مستوى صفحة الجمعية أين لقيت أذان صاغية والحمد لله مدونا بما تيسر من المواد الغذائية إضافة إلى المياه المعدنية بعض الأدوية. هذا المحسنين إن شاء الله بارك الله فيهم هم مشكورين. بالمناسبة نغتنم الفرصة للجمعيات المتواجدة على مستوى ولاية الطارف وبلدية القالة، نقول لهم ماذا بكم تكونوا هنا سند واحد وجسد واحد وتتهدفوا على المركز هذا باه تعاونوهم، لأنه الأمر ماهوش أمر جلل، راه أمر يحتاج تكاتف الجهود. ماذا بكم شوي شوي منا نصهروا على بعضنا، والمحسنين ماذا بكم حاولوا أنكم يعني تقدموا يد المساعدة، لأنه بعض العائلات راهي انضرت وتقاست السكنات نتاعهم يعني كلية. ماذا بكم تأثيث تأثيث ثم تأثيث، راهم يعني في العراء في الوقت الحالي. طبعا أنت وصلت البارحة وما زلت موجود لهنا، ما هو سبب وجودك يعني؟ سبب أنه البارحة وصلنا في ساعة متأخرة من الليل ما يقارب الساعة الواحدة يعني بالتقريب. الحمد لله لقينا ضيافة يعني ما شاء الله يعني، وهذه نقطة تحتسب لبلدية القالة يعني من سواء الجمعيات ورئيس البلدية. يعني سبب أنا أظن سبب وجودك هنا هو لمساعدتهم أيضا في يعني استقبال هذه الإغاثة. مما حفزني إلى أني نزيد نقعد من الوقت باه نعاونوهم، لأنه المساعدات يعني اللي راهي تتهاطل واللي راهي تلحق راهي يعني شيء يعني يبكي العيون ما شاء الله يعني. وهذا يدل على شيء إنما يدل على أنه الجزائر يعني صمام أمان تحيا الجزائر وتحيا شهدائنا الأبرار. ومن هذا المنبر ما ننسوا الشهداء اللي توفونا إن شاء الله في جراء هذه الحرائق، نحسبهم إن شاء الله من الشهداء إن شاء الله في جنة الفردوس إن شاء الله، وربي يصبر أهلهم إن شاء الله. هذه أزمة وتفوت إن شاء الله، والجزائر عقبة محن أكثر وأكثر، الأمر هذا راه يولي أمر بسيط. بارك الله فيكم وأنتم كقناة الشروق كثر خيركم إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله أنه نعقبوا المحنة هذه وربي يجزيكم إن شاء الله. السلام عليكم. طبعا كما ذكر ضيوفي هنا تضامن وتآزر من مختلف ولايات الوطن، حضر من حضر وما زال سيحضر الكثير يعني من ولايات أخرى مختلفة إلى هذا المركز الذي سيكون هو نقطة استقبال ومنه نقطة انطلاق لتوزيع هذه المساعدات على العائلات المتضررة. طبعا اليوم سألنا فيه عدد من الحرائق حتى كلها. نعيد ونذكر عبد اللطيف، هل أنت في الاستماع؟ نعم. هل تم إخماد الحرائق؟ نعم. كلها على مستوى يعني الولاية وبعض البلديات اللي تم فيها نشوب هذه الحرائق؟ هو أصبحت هذه الحرائق كالشبح، مرة تظهر هنا ومرة أخرى هناك. قمت قبل قليل بجولة يعني في محيط منطقة القالة، أشاهد تصاعد لأعمدة الدخان من مناطق جبلية. طبعا وحدات الحماية المدنية وأفراد جيش الوطني الشعبي عبر المروحيات هم يحاولون في كل مرة يعني لما تظهر بؤرة نار يتم إخمادها، ولكن صعب كما ذكرت سابقا في التدخلات الماضية أن هذه المنطقة غابية بامتياز، تكسوها الأشجار من كل جهة وبالتالي يعني صعب التحكم فيها، لكن الوضع العام هو يظهر أن هذه النيران متحكم فيها إلى حد كبير. طبعا مع يعني لجان اليقظة للحماية المدنية المتواجدون في الخطوط الأمامية خاصة للوقاية بين الغابات الكثيفة والقرى والمداشر.